شوف الناس ما تعرف ان انت سكذ الريال. حلو؟ والناس ما تعرف نقطه. ايه هذا حزامك غلط. ليش؟ يشد فيخلي بطل يطلع اول ما يشد. مو هذا الحين. اي اوكي. شو انا مريتك بالبيت حق شغله واحده. عشا. ها؟ دعايه مطعم؟ بس عليك. سويت دعايه. ليش؟ حلو سويت. حلو. سويت. كم ما عندي دعايه. ما تبي اسولف؟ اوكي. حلو. شوف خليني اقول لك شغله. الناس يعني ما تدري انا مو كل شيء احب اصور بسناب. في ايام انا كنت محتاج، في ايام انا كنت الاحتياج مو بس فلوس، ساعات تحتاج مواقف. يكون الانسان موقف، فانت يعني من الناس الريايل وكم واحد ينعدون على اصابع. حلو. تراكمت المرجله مالتك عندي انا فهد. تراكمت صارت وايد عليك، جمايل علي انا. الناس ما تعرفها لان انت ما تسوي شو ولا تسوي هالشيء. تبي نصوره مسوي دقه الحين؟ لا والله مو مسوي دقه. لا والله مو مسوي دقه. انا قاعد اقول لك واقع. فانا ما احب يعني الموقف الرجولي اللي تسوي لي اياه ما يكون بالسوشيال ميديا، يكون بيننا بعض احنا ريايل. يعني مو لا انت محتاج شهره ولا انا محتاج شهره، صح؟ ايش فيك خايف؟ ما مسوي شيء. والله مو مسوي دقه. الحين طول بالك انت. بس تدخل معي تليفون قول لي. مو مالك بالطويله. امس علاء دق عليك. صح. قال ابي 10,000. اوكي. حلو؟ شلون رضيت انك تعطيه؟ وتدري ان علاء ما عنده معاش وما عنده فلوس ما عنده ولا شيء. لا هو مو دق، مو واحد من الشارع دق عليه، اولا هو صاحبنا. صاحبك. ايه. كلوز. خذاهم من حاش. لا ما يعني اول، شوف اول سبب انه صاحبك. زين. يعني اوكي عشان فهد، يعني لو واحد ايام الشارع كنت 10,000 ما عادش داني. ايه. يعني حمود اخوي يدق علي ما راح يشفط علي. لا تدكت زين منحاش علاء. ما اعطيت ابوي علاء مو دق عليك امس؟ قال لك ابي فلوس. ايش فيك خايف انت؟ انا متوتر والله العظيم. اول مره تجون سؤال واحد عشان اختصر الموضوع. علاء مو دق عليك؟ دق علي علاء. قال ابي فلوس. حلو. دقيت علي انت؟ دقيقه ودقت له. دقيت علي. قلت لك علاء قايل كيت كيت كيت. علاء قال ابي شي شي. قلت خلوت كيفك يا بتعطيه عطى. اخاف يسحب. شنو قلت لي في دراسك؟ صح. حلو. ليش في الدراسة؟ على منو؟ على مولدي. صاحبك وانت قاعد تسولف على عشرة يعني. حلو. يوم اليومين. حلو حلو. المهم انا مسوي شيء اليوم برد لك نص الجميل. ما اعطيته انا، قال لي فهود. لا اعطيتني انا قبل. وايد اعطيتني. مو انا المبدا مو انك معطيني فلوس. المبدا ان انت وايد معطيني اشياء احلى من الفلوس. عاد احنا ما نبي نكسر. ما بيننا ترى كله افيهين. دخلت غبيه صح. لا الحين خلنا بالجد. والله جد. انت بتسوي شيء؟ والله ما صاير شيء. والله اي صاير شيء. اي والله انا مسوي شيء يعني. اي شو مسوي؟ لا انا مسوي لك شيء. والله 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 انا لو يصير اقدر اقول حق العالم شنو انت مسوي لي. والله كان قلت بس انا اول شيء ما في شيء بيننا. شو مسوي؟ ما خلاص لا خلاص ما ابي الناس تعرف. خلي بيننا بس الناس تعرف شغله واحده. انا شنو جايب لك؟ شنو جايب لك اول شيء؟ تبي فطاير؟ جايب لك فطاير. تبي فطاير؟ والله كنت حاسس انك ميت. قاعد تقزرها؟ قلت قاعد تقزرها؟ دعايه بتسوي؟ لا 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 صدق والله لا صدق. شنو؟ بوديك مكان. الحين انا وين جاي؟ مكان شو يدلك؟ على بيتكم. صح؟ خلاص. بروح بيتكم طالع فيلم سينما؟ تستعبط؟ لا انت ليش مستعجل؟ زين ليش خايف؟ شنو بيتكم؟ شنو فيه؟ من اطلب بيتكم؟ زين سؤال سؤال، انت سؤال ليش خايف؟ والله العظيم قاعد انا انت شغلات هذه ما احبها، ما احب احد يقول لك شيء، خلاص بعدين بعدين بعدين، لا. لا والله دقه صح؟ خلاص انا بني النقاش الحين اوكي؟ اوكي خلود؟ اوكي ولا مو اوكي؟ اوكي. يلا. تشوفه؟ شوف. تشوفه ولا ما تشوفه؟ سيارة جيار. يلا انزل. شنو بعدين؟ الحين اقول لك. هاك حق مليون حقك. لا تسافط يلا اقسم بالله حقك. لا تسافط اقسم بالله حقك. اخذها والله والله اروح العب. اقسم بايات الله حقك. لا تسافط اقسم بايات الله حقك. قاعد اقسم لك اقسم بايات الله حقك. مو حلوه دي عندك قدام الناس فجأة دق. اقسم بايات الله حقك. لا تسافط اقسم بايات الله حقك. شوف قاعد احلف لك ان هذه سياره حقك. زين امسك
اركب لا تصيح. اقول لك اقسم اقسم بايات الله حقك. مو حلو هذا ندق الناس فجاه دق. اقسم بايات الله حقك لا تستعمل بايات الله حقك. زين اركب. حق شنو زين؟ زين اركب. زين حق شنو؟ في دقه داخل الحين اركب. عليك بالعافيه. لا تصح والله. عليك بالعافيه. انت قاعد تستعمر ولا والله؟ عليك بالعافيه. انا لو اقدر اقول حق العالم يعني المواقف بس ما اقدر. ما المشكله ما انت قاعد تستعمر والله. والله حقك. احنا شنو ليش زين؟ ها ما بس ما اقدر اقول ليش زين. طف التصوير. ها طف الكاميرا. لا ما طف الكاميرا. والله حقك. ها طف الكاميرا. ما راح اطف الكاميرا. والله حقك. والله انتهينا. والله حقك. شنو خلاص اوكي. اولا سياره. حلو. اذا انا ليش سياره مو ايفون. ترضى اقول ليش؟ انا بعرف. انت ترضى اقول مواقف؟ لا ما له داعي. ليش وليش تبيني اقول لك ليش؟ خلاص سيبتك سياره بس انا ودي اصور كان انت صديق مثالي بس تينا. إزاي حبي تبي تعرف إن أنا قاعد استعبط ولا لا؟ موعدنا إن شاء الله باكر خدمة مواطن. خدمة مواطن روح مكان حبي بطل. زين قص الشريطة. قص الشريطة. شنو ماخذها؟ أنت ماخذها حقك. حلو بتسوي دقة. لا عاد خلو طلعتني حقير يعني. لا لا والله طلعتني حقير يعني. لا يعني قص الشريط مال دبة شغل. أوكي في هدية أغلى من السيارة. أنا عندي إياها والله أغلى هدية. هي قصة شريط. ايه حلو. بطل الدبة. بطل فوت. ما تدري يعني فاضي من كل شيء. حاط شيء داخل. خلوه خلوه تكفى. لا تستعبط. خلص امي تكفى. ارجوك ان شاء الله. اسمع كان. اسمع انت ليش قاعد تطول؟ افاد. حلو حلو. هذا كله مو 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 صحيح. مو واقعي. حلو واقعي. شنو انت بطل دبه؟ والله ماكو شيء. والله ماكو شيء. من هنا يا بطل. احلفك والله ماكو شيء. شوف بطل دبه. اي عادي عادي خليك من بعيد عادي. بطله وروح بعيد عادي. يلا في سلامة فراري. في سلامة فراري. عالبركه. يقول ماني رايح. صدق انت؟ لا جايب تاكسي. عليك العافيه. وبعدين يا يبا الخال خلنا نمشي وخلي يصدق ان السياره حقه. يلا توكل على الله. تبي شيء؟ يلا يلا خال يلا امشي يلا. يلا. خلنا ناخذ واحده حق البيت. تاخرت عشان اقدر ادش. ناخذ ورده. المفروض احلى. بس يعني كل واحد على يعني مدة ايده عرفته. تبي شيء؟ تبي شيء؟ بيك تحلني قبل ما امشي. يا ادري يا حيوان. مأجرات من اردها صح؟ لا لا والله لا. لا تزعبط. اقسم بالله لا. ابيك تحلني. قول محلل. محلل زين. خذيت ورده بس من سياره. والله خذيت ورده وسياره عشان ادش البيت. اوكي بس ما راح ادش البيت مستحيل. ليش؟ يعني جايب حق صاحبك سياره. ايه اقل شيء راح تطلب بيت. صح صح صح. تعال. ها حبي. وين نقعد يا باكر؟ والله سيارتك اذيتني يبا. ذبحتني. خلاص يبا مو سيارتك خذها رد البيت وباكر ان شاء الله تتصل وياك. يلا مع السلامه. ايه ليه باكر الصبح؟ روح خدمه مواطن حولها وراح تفهم. بس حبي ديد ليه